Je me considère comme un intime, dans le sens civilisé du terme, un intime. كتاب الدار البيضاء 1907-1956 لا ديميزيو دان اوربانيزم كيحكي على واحد حقبه زمنيه مهمه في التكوين ديال المدينه الدار البيضاء من ناحية المعماريه، بحيث انه قبل المجيء ديال الحقبه الاستعماريه كانت الدار البيضاء كتعيش وسط الاسوار ديالها بتنظيمها الإداري والاقتصادي والقانوني. وملي جا الاستعمار في 1907، لأن خصنا نعرفوا بأنه الدار البيضاء تحتلت 1907، دونك 5 سنين قبل وثيقة الحماية ديال 1912، دونك كانت احتلال بدون موجب شرعي ولا قانون. ملي جاوا ولاد الأجانب هادو بداو كيبنيو، ملي تغارت عليهم المدينة داخل الأسوار بداو كيبنيو المدينة ديالهم، أو ما يسمى بالمدينة الأوروبية اللي فيها جميع المواصفات العمرانية، في حين أن المغاربة كانوا منفيين للأحياء ما يسمى بدر السلطان حاليا أو المباني ديال الكريانات، وبدون لا تصاميم تهيئة لا مرافق اجتماعية في ذاك الوقت. 1907-1965 كتأرخ الميلاد، وبزاف ديال المشاكل ديال ديك الوقيتة ديال الحالية ديال الدار البيضاء كنلقاوها بدات من ذاك العهد، بما فيها الكريانات اللي منذ الاستقلال والسلطات باقا كتحاول باش تزول هذه الآفة المجتمعية اللي كان في الأول الأوروبيين هما اللي كيهديو البقع الأرضية وكيهديو القصدير والكرتون والعود للساكنة باش يبنيو دوك الكريانات بجوار المعامل ديالهم.